دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف وصفة الستيك بالبروكلي اللي هنعمله النهاردة على الطريقة الصينية. هيبقى معانا شرايح لحمة ستيك، ويفضل ان هي يبقى فيها شوية من الدهون وسكر بني، كمان زيت سمسم. لو ما فيش زيت سمسم ما فيش مشكلة، ممكن نستخدم زيت عادي. ثوم مفروم، صويا صوص نشا، مرقة لحمة، وكمان بروكلي سلقاه سلقة بسيطة وحطاه كده في تلج عشان يبقى لونه حلو زي ما انتم شايفينه. لو في مرقة لحمة يفضل، انا ما عنديش فرحت جايبة مرقة لحمة مكعبات. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب كده مكعبين المرقة، احطهم هنا كده واحط معاهم مية مغلية. يعني 3 كوبايات مية على كيلو لحمة. خلاص، وهحط الصويا صوص هنا كده مع المرقه، زيت السمسم زي ما قلت ما فيش زيت سمسم، نستخدم زيت عادي. هم على طول بيستخدموا زيت السمسم في الاكل. 7 فصوص ثوم مفروم، 3 معالق كبار سكر بني كده، ونقلب. هجيب اللحمة بقى وهنقطعها كده شرايح، بتتقطع شرايح تخينة شوية زي ما انتم شايفين كده. عايزين تعملوها قطع على بعضها مفيش مشكلة. واحط كده شرايح اللحمة هنا كده، وبسيبها بقى في المرقة دي على النار هادية من 3 لـ4 ساعات. طبعا انا عاملة نسخة عشان كمية الوقت الفظيعة دي، عشان تطلع هما بيعتمدوا انها تطلع مهرية خالص. بصوا بعد دي، بصوا دي انا عاملة النسخة يعني الستيك على بعض، قلت اوريكم دي واوريكم دي. الشرايح بتطلع بشكل ودي بتطلع بشكل. بصوا بقى عامله ازاي. بصوا ناخد حته كده، بصوا بتتفتح ازاي بسهوله. فعايزه اقول لكم جميله جدا جدا. هنعمل بس كده ايه خطوه، ان انا هحط نشا. ده ضروري جدا عندهم في كل حاجة. كده دوب النشا كده في المية. و احط البروكلي بس، واسيبها ايه بقى كده ايه البروكلي كده ياخد نكهة اللحم.